ما رأي فضيلتكم في من يقول في حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه جبان ويستدلون على ذلك؟ وهذا شجاع اللي يقول الكلام هذا، هو شجاع، الله أظنه أجبن الناس. حسان بن ثابت رضي الله عنه دافع عن الرسول وعن الدعوة بلسانه، وكان لسانه أشد على الكفار من النبل، من وقع النبل في غبش الظلام، وقال صلى الله عليه وسلم له: أجب عني ومعك روح القدس. فحسان رضي الله عنه شارك في الجهاد بلسانه وقصائده التي بلغت أشد من السيوف، ولا خاف في الله لومة لائم، ولا داهن أحدا، بل صرح بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هذا إما أنه جاهل مركب، وإلا أنه عدو للصحابة ويتلمس العيوب. نعم.